درجات المترشحين. كذلك نواصل مع الأحزاب السياسية أيضا، حيث قام رئيس حزب جبهة المستقبل فتح بوطبيق بزيارة إلى زاوية الهامل ببوسعادة، حيث استقبله الشيخ المهدي القاسمي ودارت بينهم محادثات. قدم من خلالها شيخ الزاوية العديد من الرسائل لرئيس الحزب، ومباركا كذلك زيارته التي جاءت خدمة للبلاد. عاد الخطبان. نحن نبارك كل مسعى يحفظ للجزائر أمنها ويحافظ للجزائر استقلالها ويحافظ للجزائر على استقلال الجزائر وحماية سيادة الجزائر وتقدم الجزائر ورقي الجزائر وازدهار الجزائر. كل مسعى من شأنه أن يحقق هذه الأهداف نحن نؤيده ونسعى إليه. سعدنا اليوم بزيارة إلى معلم من معالم الجزائر، أقولها بصدق، ونحن نحتفي بعلمائنا، نحتفي بشيوخنا، ونحتفي على سماحة الطريقة في بناء تعاليم الدين الذي حقا هو يبقى خالد بخلود الرسالة السماوية. لكن نحن زيارتنا إلى زاوية الهامل هي أولا من أجل أن نتمسك بهذه القيم، وحتى نبعث رسالة أخرى دائما لمجتمعنا من أجل التمسك بقيمه التي من خلالها يستطيع أن يصنع وثبة حضارية. فمن ورائها لحمة الشعب الجزائري، فمن ورائها وحدة الشعب الجزائري، فمن ورائها رفض كل الأشياء التي تسيء إلى تاريخنا المجيد وإلى مبادئنا وتعاليمنا التي تربينا عليها كمجتمع جزائري.